نروح لهيثم ابو خليل. وهيثم ابو خليل واحد مرتزق اهو، كل دي قاعد فاضي ما اعرفش بياكل منين، كل دي تغريدات والله اهو. سامي كمال الدين اسمه زفت هيثم ابو خليل، كل دي تغريدات. بيقول ايه سامي؟ بيقول ايه هيثم ابو خليل؟ يقول لك يوم 6 اكتوبر ثوروا يا مصريين الناس اللي خدت اعدامات، والناس الابرياء 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 زي ابراهيم الديب اللي قالوا مختفي قسريا، والناس اللي عملوا في كرداسه قتلوا الضباط وقتلوا المأمور، والناس اللي شربت هؤلاء الابرياء ميه نار. ان شاء الله ربنا يحرق قلوبكم، ربنا هيحرق قلوبكم في الدنيا والاخره. اللهم ارنا فيكم اياما سوداء كيوم عاد وثمود.